هذا سريري واليوم حولته الى سيارة. هذا سريري وقررت احوله الى سيارة الكترونية وقضي فيه مسوي اليوم واروح اطلب فيه واسوي فيه كل شيء حرفيا. ولا تفوتكم ردة فعل الناس يوم شافوني بالسرير. قبل بداية المقطع لا تنسى اللايك والاشتراك، ما بقى لنا شيء على 3 مليون يا اخوان. طيب عز، انت مهندس وعارف مثيل الاوضاع، يا اخي انا ابي احول سرير الى سيارة الكترونية. اول شيء عشان نحول سرير الى سيارة الكترونية، طبعا انت لخمتني شوي، لكن شيء طبيعي. اول شيء نحتاج كفرات، ثاني شيء نحتاج شيء يدفع السرير. الحين السيارة وش يحركها؟ ماكينة، فنحتاج شيء عشان يحرك السرير. في شيء جاب بالي اللي هو سكيت بورد. حلو، سكيت بورد بس كهربائي. السرير نركب فيه 4 كفرات. طبعا يا اخوان هذا السرير معاق شوي، فهمتوا؟ كمل كمل كمل. الزبده، ونركب سكيت بورد الكهربائي اللي هو ماكينه السرير، كنا ماكينه السياره تحت هنا تتحكم فيه عن طريق الريموت. هذا الريموت يعني شغال كويس؟ ايه مالي، ما داعي تطفي عليه بطاريه بنص طريق. لا في بريك. هذه فكره ان نحول السرير الى سياره. بسويها. ايه الحين بسويها. سلام وجدي الغلط. سلام، شوف يا مودي عشان تكون بالصوره، هذا السرير بنركب الحين، وهذه العجلات اللي قلت لك عنها هذه تحرك السرير. يا سلام عليك. وماكينه السيارة أو ماكينة السرير عفوا. طيب أبيك تجربها، خليني أشغلها دقيقة بس. يلا يلا يلا. والله فيها بريك. هذا الدركسون حق السرير، تشوف السياره كذا، هذا حقك اللي بتتحكم فيه، فهمت؟ روح جيب بقاجك كذا. والله إيه؟ بموت. لا لا ما عليك، ما في ميوليزه. ركز معي، ما راح يصير لك شيء. يلا نبدا. يلا 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 مودي، تعال سلمي. ايوه هذا بيكون هناك قدام. ايوه بيكون كذا كذا. سلام عليك. الثاني بيكون هنا ان شاء الله ما يطيح. طيب احنا في عندنا غلط، وش تحداك؟ قلبين السرير ينفحي، المفروض يكون كذا. طيب بس بجيك بجيك. صح عليك. هذا تشوف نخلي. ايوه ايوه نظبط الحافه وناخذ الثاني ونحطه نفس المكان. دي خلني اساعدك. بسم الله كذا ضبط. الحين نجيب دريل ونركبهم مع بعض عشان تثبت مع بعض، فهمت؟ يا حبيبي ترى كل كلامك غير مفهوم بالنسبه لي، يعني اتوقع انك تعرف هالشيء. دز، عرفت ذا؟ ايوه يمكن دز وخلاص. اول شيء خلنا نشيل هذا عشان ما يزعجنا، فهمت؟ عشان ناخذ راحتنا. الحين يا مودي شو بنسوي؟ نشبك ذا مع ذا، شوف كذا. طبعا يا اخوان ركبنا ذي بعد عشان اختصار الوقت وعشان المقطع. هذه عشان تثبت، فهمت؟ اكثر. الحين يا مودي ركبنا كل القطع تقريبا عشان السرير يثبت، حلو؟ صح؟ الان بقى ذي. يا سلام عليك. يلا بسم الله، بس خليني انزل الدريل. الحين لازم ندخل الخشبة ذي داخل، شوف نفس وضعي. ايوه سلام. طبعا يا اخوان كذا طلع الشكل النهائي. بس الحين وين كذا؟ وش باقي؟ عشان يكونون بالصوره الناس، خلصنا من المسامير، ربطنا السرير بشكل كويس عشان ما يطيح عليك، حلو؟ الان بناخذ الخشبه هذه مثل ما تشوفون اللي هناك، بنحطها بالنص، بتكون سنتر السرير. هذه الخشبه الحين بنحطها هنا، الخشبه الاولى والخشبه اللي معك بنحطها هنا. فاول شيء بنركب الخشبه اللي معي. سلام. كذا خلصنا يا اخوان، ركبنا القطعتين حقت السنتر حقت السرير. بنقلب السرير علشان نركب الكفرات حقت السياره او السرير عفوا. تقلب السرير؟ لا تقلب معي، ما اقدر والله، مستحيل اقلب. 1 2 3. طبعا الله يعطي العافيه المصور ساعدنا، مودي يعني ما قدر. طيب يعني تربط ترميهم بعد تساعد وشي. نركب هذه اللي بتركب عليها الكفرات. اي فهمت؟ فنركبها هنا. اوه الحواف. ايوه عشان نركب عليها الكفرات. كذا مودي الشكل الاخير. الان بنجيب المسامير ونركبها عليها. والله عزتي بالصدق. ايه؟ بعيد عن طقطقه. ترى والله من يوم بعد تسلك لك. قسم بالله ما ادري. شيل يلا قاعد تشيل. اهم شيء اشوف النتيجه، النتيجه طلعت خايسه الله يصفك. طيب انت تثق فيني؟ يعني. انا يعني كل التعب ذا وما تثق فيني. تعبنا مو تعبك، تعبنا تعبنا تعبنا. اوكي هذا اخر مسمار. سلام خلاص باقي ثاني صح؟ باقي الجهه الثانيه. بسم الله خلاص صح؟ كذا خلاص باقي الان ركب الكفرات. دقيقه خلاص متحمس. سلام. طبعا يا اخوان ركبنا كل ذول وبقى اخر واحد. بسم الله. طيب يا اخوان بس بنقول ملاحظه يا مودي، الكفرات هذه متحركه والكفرات هذه ثابته،
مثل ما تحبون. ليه؟ عشان هذه بتكون مقدمة السرير، هي اللي بتوجه السرير، فاهم؟ طيب يا مودي، الحين بنركب سكيت بورد هنا. سكيت بورد كيف بيكون مودي؟ بيكون كذا عشان يدف السرير. لازم نجيب قطع خشب ونحطها هنا عشان نخلي سكيت بورد يتوازع مع العجلات. ايوه سلام عليك. كذا احنا قاعد نجرب لين ما يضبط كذا تقريبا ممتاز. كيف نعرف ان الكفرات متوازية؟ عطني قطعة الخشب ذيك، احطها كذا، تشوفون كذا متوازية، فيعني شغلنا كيف؟ 100%. الان بنجيب الدريل ونركب الكفت كله. ايه ايوه كذا خلصنا يا اخوان. بنقلب السرير ونحط السكيت بورد مثل ما شرحنا للمتابعين قبل شوي. طيب انت ما منك فايدة في المصور بيقلب مني. ايوه الحين الخطوه الاولى ناجحه، شوف هي مش تشوف الماكينه حقتك تمشي. الان بقى ماكينه السياره حقتك. بسم الله الحين ندخل سكيت بورد. هذه اللحظه الاخيره. بسم الله يلا. والله مو مشكله. ايوه كذا. الان نجيب حبل ونربط. لا لا خلينا اول شيء نجيب الحبل ونربط سكيت بورد. طيب يا اخوان الان خلصت كل شيء، ربطت كل شيء وسويت كل شيء. بقى اللحظه تركها تحط شفرتية. طيب يا اخوان الان اللحظة الحاسمة، بنشوف اذا يشتغل ولا لا. واحد اثنين ثلاثة. ذمتك ما يشتغل؟ ضغط ذا اخلص نصفك. سادة اخوان ليتس جو. طيب الان نركب هذه، بقى اخر شيء اللي هي هذه. ايوه كذا ركبناها. ما يفك هذا. ساعدني يا غدية. الله يا اخوان من العصر نشتغل. الله يا اخوان انا لسه تعبنا فايش نشتغل عشان هو اللي تعب ترى. اخوان اصبر مودي خلني اركبه. ويمشي مشى مشى. طيب يا اخوان الخطة الأولى نجحت اللي هي انه يمشي سين. الآن بعد شوي بروح البقالة والمطعم فارزكم. طبعا الآن يا اخوان مودي بيروح البقالة بيشتري أغراض من البقالة. يلا بسم الله. يلا مشينا مشينا. والله الآن الموضوع ناجح. لا يما سلام سلام. وضع طيب وضع طيب وضع طيب. لفي الموتر بريك، حط بريك كذا ما نفع. يلا فك فك فك. قاعد يمشي صح؟ سلام قاعد يمشي قاعد يمشي قاعد يمشي. بشركم يا اخوان قاعد يمشي. والله براد والله براد قسم بالله فلة. لف لف عزي صار شوي. خطة ناجحة الآن قسم بالله فلة. والله يا اخوان شعور لا يوصف. سريرك والسيارات تمر من جنبك. حرك حرك. طيب لف يسار شوي. والله فلة قسم بالله شعور تاريخي. والله الصوت مزعج يا ولد. طبعا يا اخوان بس كنت بسيط ومصور تعب وقاعد نفس السرير. والله تخيل تروح بقالة سرير. انت ما كيف تنزل بقالة؟ عادي. اسمع بخصوص اني ما جبت العالي فخلنا نحطه هنا. خوفي خوفي ننتهي تحت بس بريك 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 بدون الهالفة. سوي كذا. جوالي ما جبته، جوالي هناك. اوكي نسيت في السرير قهر يا شيخ. الناس ينظرون جايب شربات. الناس بقالة ينظرون ان مودي جاي سرير. كروسون تسالي وين تسالي وين بطلت في هنا؟ مصور تبي شيء مصور على حساب عز ترى حساب عز. السلام عليكم. وين راح حساب عنده ذا؟ زوز طرابلة. يلا تاكل ايس كريم وانت في سريري. عنده برتقال ذوق. والله ودنا فادنا نحن ندفع لكن والله الجوال نسيت في السرير. نسيت في السرير ها؟ دي عشان ما توصل خرباتي. سلعوا تبي برندا يا اخو. اي والله شعور فخمه سريرك شارع العام معك بطانيتك تاكل ايس كريم. قسم بالله شعور جامد. والله احس الناس ناقدين. طبعا يا اخوان الان خلصنا من طيب السالفه معهم. عموما يعني نجحت الخطه 70% تقريبا. طيب سولف الى تاكلوا. اوكي زين الان بنرجع بنروح نشوف رده فعل العيال. يلا فينا. بسم الله امسك فينا باكر. طيب يا اخوان لعل السرير صار يمشي بطيء. ايه فاقم يعني فاضي فاي المصور اللي ضعفه وانت يعني والله حياه حلوه. طيب انا بروح نم نرجع الفله وانا امشي. بالله شعورك والله. والله جامد. والله يا عز انه براد. تعرف البراد الحلو شوف بين الناس شوف الناس وسيارات تمشي. انا مستغرب قاعد يناظر عرفت قاعد يضحك يصور. الناس قاعد تصور يا اخوان. وقفنا لان في ناس تفونا وقاعد يصورون. احس الموضوع شوي غريب. يلا امشي بس.
شكلك يوتيوبر يا بابا. احس كل ماله قاعد يبطا. ايه كل ماله اتوقع بطارية. شوفوا عندنا مشكلة اللي هي مشكلة التوجيه اليمين واليسار. انا ماسك السرير، السرير يمشي لكن اليمين واليسار فيها مشكلة، فهمت؟ طبعا انا قاعد اسولف وابو فهد. انا اعرف في ايه. والله اجواء جامدة. طبعا عشان تكونون بالصورة احنا مبعدين على الزفلت شوي، فان شاء الله امورنا طيبة، ما حد بيجي يدعسنا ولا شيء، وحنا في حارة يعني مو مكان عام. حياك الله. يا مرحبا. سلامات. هلا بك. الله يسلمك. لا لا هو فكرة يوتيوب يعني تصوير وكذا. الله يرفع قدرك. قلت ايش معاهم اول شفتكم انا قلت صورني. مرحبا بك. والله. اي والله. الله يحييك. يا مرحبا ومسهلا. الاسم الكريم عبد العزيز ومحمد مودي 10 اسم القناة. مودي 10. اي الله يسعدك. يوتيوب ولا لا لا في اليوتيوب. الله يحييك. يا مرحبا بك. مودي 10. اي الله يسعدك. المقطع بيطلع مودي في اليوتيوب ان شاء الله باذن الله. الله يسعدك يا رب. حياك الله ويا مرحبا ومسهلا. يا حياك الله يا هلا. طبعا يا اخوان بشيبي ذا اسلام. هلا شباب. هلا شباب. قاوم ايش تسوون يا عيال؟ بس يتحرك يا عيال. هذا البحث رايح يعتمر بدعي عليكم. لا 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 عليكم لا تك بدعي يا بدعي عليكم. وش لا تك بدعي الشارع مو معقول. والله صار يمشي يمشي. طيب ليش طالع الشارع بسرير؟ يمشي ذا. هذا المفروض اللي يسويها انام في كل مكان. مو بنت. تك بدعي ناصر. بدعي عليك. عطني بطاطس وبدعي عليك. خلاص. بدعي عليك بدعي تيك توك تدعي عليك. عطني بطاطس وبدعي لك يلا. اي بس اسمع عندي شرط. تدعي المتابعين اللي يشتركون. يا الله يا ربي يا حي يا قيوم كل واحد يشترك ويفرح هذا الصغنون ربي يرزقه من حيث لا يحتسب. اللهم امين. اللهم امين. تعرفوا يا جماعه الخير يستاهل والله يستاهل. شغال على المحتوى قاعد يتمشى بالشارع بسرير لعيونكم. سلام. خلاص اسمعت اسحب عليه نفسك فيه. اي والله امشي يلا. سلامة. يلا يلا سلامة. اركبوا معنا شباب ترى السيارة تسير فيه. وديك وديك لا ماشي. يا ربكم يا رب. يا اخوان اكثر مقطع وقفوا عندنا الناس واللي طلع من بيته وكل شيء يحسبون ان فينا شيء يعني. اي وش ذا زحف. فالحمد لله يعني الامور طيبه وكل شيء خلاص ما عاد بنطلع بالشارع في السرير. هي كانت تجربه مجرد تجربه صراحه. الا عادي اذا تفاعلوا وجابوا لنا من الشركات يعني ما عندنا مشكله شباب ما عندنا مشكله. نرجع ونقول يا اخوان ترى احنا في الحاره ما طلعنا يعني شارع عام ولا اي شيء. لا 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 مره في الحاره وماخذين جانب بعيد عن مسار السيارات. طيب يا اخوان وصلنا الفله. سلام وصلنا الحمد لله. بس والله رحله ممتعه. والله مو ممتعه بت. ليه؟ لاني انا قاعد الفلف السرير يمين يسار. انت قاعد ولا سويت اي شيء؟ حاليا يا اخوان انا بترايف ثرو راح اطلب من كافي حلوين بسرير متحرك راح اطلب وبصدم الموظف. بسم الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم حبيبنا. وش ما عندي سيارة. السلام عليكم حبيبنا الله عليك. السلام عليكم شباب ما يرد علي روح المركزات. السلام عليكم حبيبنا لابس سماعة هو لا مو لابس شيء ما يسمع لي فاب روح لقدام والله انشب لي يا اخوان. سلام. بس كنت ميتك فين. بس بس بريك بريك تكفى البريك المعدم يود ما يشوف سرير كذا يشوفه هنا الكاميرا. السلام عليكم مدير. ايش في هذا مو طبيعي. هاي give me one كركديه. water كركديه كركديه. يس 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 فن. مستغرب يا اخوان والله مستغرب حبيبنا. hey Mr. Streamer. ايه هلا هلو. want to be Aisha Speed. هلا اي سبيد. you're the Arabic Aisha Speed. yes it's my friend. ما شاء الله. ايه السلام عليكم. مرحبا. مرحبا. please give me shout out for Graph Cafe. shout out like هاي سوق سعودي عربيا اعلان تال سبورت سيلغاوا Graph Cafe. for every Saudi Arabian that speaks English in Al Arid please come support Mr. Kalaf. we love you so much. حبيبي الله يرضى عليك. يسوق جدا ويعطون اعلان والله سوق والله يا اخوان سي مدي. بس لو انه لف بلصدم 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 والله يا اخوان سرير بطل بطل بمعنى الكلمه. شكلي بستخدم بالجبيل روح البقاله فيه وانا مريح تكي نايم روح في البقاله يقطع وجه. والله يا اخوان سرير جامد. بس يبي التركسون عدل بس اللفه قسم بالله بيصير فانتستيك. قاعد اسوي الكركتينه والله يا اخوان يصب وانا صوتي تعبان. يدورك يدورك دورني والله. هير 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 ام هير. يس كركديه جود جود. هاي بالحرام نقعد تمام خلاص. 1 يس 1 في مشكك ذا يا اخوان. يوتيوب يس يوتيوب يوتيوب
Say hi YouTube. Hi. Say subscribe and like. A subscriber guys. نعم. Thank you. Welcome. عسبني عسبني إخوان. أهو كركديه. Yes. كركديه وين؟ سلام. والله مرة كويس. حبيبي والله شغل 100% والله شغل 100% صوتي تعبان وقاعد صوركم مقطع خش تركي روح ابي والديك انت يا قاعد اشرب كركديه وانا تعبان قاعد يجي الطين بله ثانك يو حساب ها حساب بيبي حساب يوم الحساب يا مدير 2.29 مليون سبسكرايبرز جي يو ار ذا جود نيجا How old are you, man? 13. 13 and he yes. has 2 million subscribers? Yes. What the hell? Wanda, mashallah, 14 years old and he got 2.9 million subscribers? I'm part of them now. Habibi, shukran. That's really so amazing because you know 13-year-old kids outside your circle yes. are just doing nonsense, playing video games, and I'm proud of you. You're doing something great with your young age. Mashallah. Thank you. Thank you. Yes, thank God you. Bless you to more success. Thank you. Right? Please keep him moving, okay? Yes. You surprised me the other day. Thank you, Mudir. Habib. خلص من الرجال الأولى كأني شيء مستقعد قد أعلم الكفر الأول هنا والثاني والثالث والرابع بالله قسم قل والله يعني منطقي يمين يسار يمين يسار قبل شغلك طيب اشتغل حالك لا خلاص ضبط خير وش اللي ضبط؟ خلاص سرير متحرك الله نطلع في الشارع ننام في الشارع هذا ممكن توقع اي شيء انت تسويه ودي اشوف مخك وش كيف تفكر ترى كيف تركب بعد شوي انت مو ابشر والله تم هلا بالرجع هلا والله يا مرحبا اقلط معنا الله يسعدك يا رب حياك الله انت بلا تصدم